ونبقى دائما مع ملف في الحج، حيث تعرض 124 حاجا جزائريا للنصب والاحتيال من قبل دبلوماسي تشادي، أوهمهم بأداء مناسك الحج بدل الجالية التشادية لينصب على الوكالة السياحية والحجاج الجزائريين ويفر ب6 ملايير سنتيم. التفاصيل عن هذه القضية مع سامية مازوني وعاصم بخاري. تعرض 224 حاجا جزائريا للنصب والاحتيال من قبل الدبلوماسي التشادي في دال بنات مصعب الحاج رئيس الجالية التشادية بالجزائر، الذي يحمل بطاقة دبلوماسي بعد أن أوهمهم باستغلال حصة الجالية التشادية بالجزائر في الحج لصالح حجاج جزائريين. الجزائر التي يقدر عدد الحجاج بتاعها 340 حاج، انها ما تقدرش تسافر للحج لهذه السنه لنظرا لظروف الماديه، والعدد اللي يسافر من هذا الجاليه هو حوالي 70 الى 80 حاج. بطبيعه الحال لان عرض قال بانه علاقته مع سفاره المملكه العربيه السعوديه بالجزائر طيبه، وانهم بعلاقه جيده، وان يعني يقدر يغيروا الحصه هذه، الحصه تاعت التشاديين المقيمين بالجزائر اللي ما يقدروش يسافروا يقدروا يعوضوها لنا بجزائريين احرار. المقابل هذا الشيء ندفعوا له 290 الف جزائري اللي هي 29 مليون. نص ساعه عاودت انا اتصلت به قال ما تتقلقش راني شويه هذا نجيكم بعد اغلاق الجوالات تاعو الاربعه. السفير التشادي في الجزائر بحر الدين هارون لا يعلم شيئا عن القضيه. لا ما عندي معلومات الكافيه، لكن بس ما عنديش الآن، يعني حاليا ما عنديش معلومات. حجاج عاشوا على حلم زيارة البقاع المقدسة، لكنهم استيقظوا على واقع مر وهم ضحايا نصب من نوع خاص. 87 مليون تدفعوا لي، 47 مليون ولا 40 مليون الأخرى قدرة ربي بعد 20 يوم بعد رمضان يجيب لكم الفيزا، ونهار له 11 أوت راهو ديماراج. كان أمر كذلك، قعدت نستنى 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 نستنى. انا فجت 20 يوم بعد رمضان، جاء الشهر بعد رمضان، قلنا له سيدي وينك؟ قلت لنا هكذا وكذا وكذا. قال لي يا ولدي راني الله غالب، راهو السيد اللي كان لي اسطى باش يجيب لي الفيزا راهو الله غالب، راهو هرب للتشاد. حوالي 224 حاج كنا مع السيد هذا، منها 22 حاج من ولايه الواد، والبقيه من الولايات المجاوره. ما من الايام اللي فاتت حتى نلقوا الشيء، عيطوا لنا قالوا لنا القار الشيء هذا راهو ما تمش، بسبت واحد من في القنصليه السفاره عملوها بهم هربوا. النصاب الدبلوماسي الذي عاش بالجزائر 17 سنه تم القبض عليه متلبسا بمطار جامينة بالعاصمة التشادية، فرا إلى المملكة العربية السعودية وبحوزته 1.3 مليار سنتيم. 224 حاجا جزائريا استنزفت أموالهم وعلقت مصائرهم إلى اللحظة في انتظار فك لغز قضية تشعبت أطرافها.